انا احمد مختار، اكمل معاكم الجزء الثاني من رحلة سي اس من كايرو نيويورك فيلادلفيا. دلوقتي احنا كنا وقفنا في الجزء الاولاني، انك دلوقتي وصلنا فيلادلفيا بالباص، تحديدا بالميجا باص. طيب احنا انا كنت عامل الخريطة ديت من جوجل مابس عشان تسهل الامور شوية، تخيلوا ان الكلام النظري مش هينفع. الباص تحديدا بيقف هنا، الاحمر ده 30 ستيشن. الجزء دوت ده اللي هنركب منه نروح للفندق، اسمها 30 ستيشن. في 230 ستيشن، في واحدة اللي هي بتاعة الاير ترين اللي هي الكبيرة ديت، في واحدة تاني هنا اراوند تعبانة ملناش دعوة بيها، هنروح ديت اللي بناخدها عشان نروح الفندق. بس احنا اول ما بنوصل هنا، انا بنصح اي حد اول ما يوصل فيلادلفيا، يا اما هتروح تحط حاجتك في الفندق تريح شوية بعدين تنزل، تزور السنتر، تتمشى لحد السنتر تشوف المكان، تبقى فاميليا بالمكان فاميليا بالشارع. يا اما وانت نازل لو معاك مثلا كاري اون باج او باك باك او حاجة خفيفة، تتمشى تزور السنتر وترجع تاني تركب الاير ترين وتروح للفندق تحت. الفندق هنا بس مش باين في الفيو دوت. السنتر هنا في مارك ستريت، في تو سنترز، دي معلومة يمكن ناس كتير ما تعرفهاش، في تو سنترز في فيلادلفيا مش في نفس المبنى، وده رقم السنتر الاولاني وده رقم السنتر التاني او العكس. لازم تتأكد وانت رايح الامتحان انت هتمتحن في السنتر دوت ولا في السنتر دوت، عشان في ناس بتتلخبط وانت اصلا ممكن تبقى متأخر يوم الامتحان. هما سنترز للاطمئنان يعني، هما جنب بعض فرق 5 دقايق ماشي يمكن، بس يمكن مع الاسترس يوم الامتحان تبقى انت متأخر او كده، فمتبقاش مستحمل انك تتأخر 5 دقايق او 7 دقايق كمان. take care to centers قلناها، وفي مارك ستريت في فلادلفيا خلاص. يعني انت هتنزل هنا هتروح تزور السنتر وبعدين ترجع تاني، وبعدين هتاخد الاير ترين من 30 ستيشن وتروح للفندق. تفاصيل اكتر في السلايد الجاي. احنا زي ما اتفقنا هناخد الاير ترين. في حاجة ميزة جميلة في جوجل مابس، انك انت ممكن تحدد له نقطتين وتقول له ازاي اروح للمكان دوت بالمواصلات العامة. المواصلات العامة اللوجو بتاعها get directions from public transportation ديت، بختار كده فهو بيبتدي يدخل الترينز وبيبتدي يدخل الصابوي والحاجات ديت، ف ديت بتسهل قوي. دي موجودة في الموبايلز وموجودة برضو على السايت بتاع جوجل مابس. نرجع تاني للبرزنتيشن. طيب احنا اتفقنا ان احنا هننزل هنا 30 ستيشن، هناخد الاير ترين، هناخد الاير ترين المتجه للمطار، لان الفندق اللي هو مايكروتل دوت جنب المطار. هناخده من 30 ستيشن، هيقف محطة في النص على ما اذكر اسمها يونيفرسيتي، وبعدين هننزل في المحطة بتاعتنا اللي هي ديت إيستويك. محطتين. الرحلة ديت 10 دقايق تقريبا زي هو مكتوب هنا. بنمشي للمحطة دي في الأول، بعدين 10 دقايق وهننزل في إيستويك. يعني هنتمشى للفندق بتاع 13 دقيقة زي هو مكتوب هنا، وفي الاخر هنوصل مايكروتل. دوت المسار ما بين 30 ستيشن تو مايكروتل. تاني بنبه، مايكرو ال 30 ستيشن دي كبيرة جدا،
وفيها حاجات كبيرة جدا. فلو حسيت انك داخل محطة مش نظيفة صغيرة جدا، فانت داخل غالبا بتاعة الصابوي مش بتاعة الاير ترين، فلا اتأكد. وانت ما تنزل ميجا باص هتلاقي كل الناس غالبا ماشية رايحة المحطة الكبيرة اللي هي 30 ستيشن بتاعة الاير ترين. طيب انت ما تخش المحطة، هنتكلم على التيكس بس بعد ما اشرح جزئية صغيرة جدا. انت هتنزل في، اتفقنا في ايستويك هنا. بعد ما تنزل actually الترين بيبقى جاي من فوق كده، بيقف هنا وانت بتنزل هنا. في غلطة انا عملتها، او مش غلطة يعني، حاجة سخيفة بس يعني كانت ضيعت بالنسبة لي وقت، ان انا قعدت الف كتير هنا في البارك وما لقيتش اي كوبري يعديني للفندق اللي هو هنا، لا فوق ولا تحت. قمت راجع تاني المحطة عشان اسأل. طبعا احنا مش واخدين ان الصابواي او في نيويورك او في كايرو انك ممكن تعدي من عليه، لا هم عاملين زي مترو او الترام اللي بيبقى على الارض، عاملين زي حاجة تعدي عليها الناحية التانية. فانت بعد ما تنزل من على الترين هتقف مكانك تستنى الترين يكمل لحد المطار، هينزل لتحت يكمل لحد المطار، ملناش دعوة بيه، احنا نزلنا خلاص على الارض. اول ما يعدي هتقوم معدي كده الناحية التانية وماشي في الباثوي دوت. هنا في سوبر ماركت اسمه واو اي جس دوت، في حاجات لو عايز تشتري شوية حاجات تاكلها تعشى بيها، حاجات لتاني يوم تخليها معاك. هنا موجود مكانه هنا على ما اذكر. هتمشي كده تحود يمين وبعدين هتلاقي طريق حاود شمال، هتاخده كده هتلاقي المايكروتل هنا الفندق بتاعنا. القصة دي كلها ماشية قد ايه؟ I guess يعني مش كتير، I guess بتاع 7 دقايق مثلا، ماشي 7 دقايق بالكتير قوي، ماشي 10 دقايق. تاني بنبه ان لازم نستنى، ما نقعدش ندور هنا لحد ما القطر يمشي او الترين يمشي، وبعدين نعدي القضبان الناحية التانية. ودوت مكان السوبر ماركت. طيب خلاص احنا وصلنا الفندق، جبنا الحاجات من السوبر ماركت، عملنا تشيك ان وحطينا حاجتنا، قعدنا نراجع. طيب احنا في الريسبشن قوله يجيب لك الجدول دوت، الجدول دوت مواعيد الترين. وانا كنت حريص ان انا اجيب لكم المواعيد ريسنت. دخلت على السايت بتاع الترينز بتاعت فيلادلفيا www.septa.org schedules rail pdf air.pdf to center city not to the airport. احنا واحنا رايحين الامتحان هنروح تو سنتر سيتي، هنركب من ايستويك، هنركب 6:47 او 7:17 الصبح. طب ده لو امتحانك الساعة المفروض تبقى هناك الساعة اللي هو المفروض 8:08، ده بيبتدي 8:30. انا ركبت ابو 7:17 دوت وكانت الامور ظريفة جدا، كنت هناك I guess 8:05 أو 8:10. تاني بتخلي الريسبشن يديك نسخة من الجدول دوت، أو أنت بعد ما تعمل تشيك إن في الأوضة بتخش على السايت بتاع septa.org وتجيب السكادجول بتاعهم وبتشوف المواعيد بتاعت الترين. طبعا دي مواعيد Mondays through Fridays except major holidays، فميك شور انك انت معاك المواعيد، لان انت زي ما انت شايف كده ان الفرق ما بين كل ترين والتاني نص ساعة. نص ساعة دي يعني اكتر فترة ممكن تستناها في المحطة، وانت مش هتبقى حابب انك تفوت ترين او تروح في ميعاد غلط. اوكي في شوية نصايح في يوم الامتحان. you have to check out before you go. هتقول له اسمه ايه دوت،
هتقول له انا عايز اسيب الشنطة بتاعتي هنا، كاري اون بتاعتي مثلا هنا عشان انا عندي امتحان دلوقتي، وارجع اخدها الساعة 4 5. لو معك قفل بتبقى قافلها بقفل، كاتب عليها اسمك. الناس هناك متعاونة جدا وفريندلي جدا. ده تريب فروم الفندق لحد الستيشن تقريبا 7 دقايق. هتستنى في الستيشن ماكسيموم 30 minutes. انت بتبقى عارف القطر او الترين هيجي الساعة كام، انت على حسب ما هتروح. بتروح قبليها مثلا ب10 دقايق بتاع كده، بتقف بتلاقي ناس واقفة معاك، دنيا ظريفة يعني. 10 دقايق مثلا قبلها او اي حاجة، مثلا 7:05 بتبقى هناك. يعني قول هتطلع من الفندق 7 الا 5، بتبقى هناك 7:05، بتستنى 10 دقايق بتلاقي الترين جه 7:15، 7:17. بعد كده التريب نفسها هتقعد في الترين 13 دقيقة. actually I guess هو ممكن يبقى أقل من 13 دقيقة، ممكن 8 دقايق أو 10 دقايق، بس بناخد بالأكتر 13 دقيقة. وبعدين هتمشي من السنتر، من المحطة اللي هتنزلها لحد التست سنتر بتاع تلت ساعة. تلت ساعة 25 دقيقة. هو actually يعني تلت ساعة ما اعتقدش انها مسافة كبيرة مشي، بس انت لو عندك ما بتحبش المشي او كده ممكن تاخد اللي هي السابوي بتاعهم، محطة او محطتين، وبتنزل قدام فوق الاوتيل التست سنتر. بس انا افضل انك تمشي الصبح، لانك محطة السابوي بتاع فلادلفيا مش حلو زي نيويورك. يعني اذا قلنا بتاع نيويورك كويس، مش نظيف ولخبطة وبتاع، ودي اخر حاجة انت ممكن تحب انها تحصل يوم الامتحان. فانت بتتمشى تلت ساعة رياضة بتاع تغيير جو، ربع ساعة تلت ساعة لحد السنتر. القصة دي كلها بتاخد حوالي من 40 ل50 دقيقة من الفندق لحد التست سنتر. يعني بتنزل مثلا 7 ل10، بتوصل والماكسيمم ساعة، يعني بتوصل 8 ل1/4 مثلا، 8 ل10 على حسب. يعني انت بتنزل وبتعمل حسابك في وقت قد ايه، اعمل حسابك في 50 دقيقة. بتخلص امتحان في حدود الساعة 3:30، عشان لو عايز تحجز ميعاد الباص وانت راجع تحجز ميعاد ممكن ايجز 5:30. انك بتطلع بترجع 50 دقيقة للفندق، بتاخد الشنطة 50 دقيقة تانيين، ساعتين مثلا. يعني ممكن تطلع 5:30، تبقى هناك في الميجا باص 5:30. سخيف جدا موضوع انك ترجع الفندق وتيجي عشان تجيب الشنطة مخصوص، بس you have to، لان مفيش اماكن تحط فيها كاري اون في التست سنتر. على حد يعني بيبقى في اماكن تحط فيها حاجات صغيرة، مثلا محفظة، موبايل، بتاع ساعة. ساعة انت ما بتحتاجش ساعة، لازم تحطها طبعا هناك. الناس هناك في التست سنتر ظريفة جدا، بيتأكد منك تحت انك في التست سنتر السليم، وبعدين بتطلع فوق بيديك رقم، والبالطو بتاعك حاول انه ما يبقاش مكتوب عليه اي كلام، ممكن 3M او كريم او كده، بس مش مكتوب مثلا محفور اسمك او محفور كذا، عشان ما بيحبوش كده. بيديك بقى بلاستر وتقعد تلزقه وتعمله قص. حاول تجيب بالطو بلانك، يعني عشان ما تقعدش تلزق عليه بلاستر هناك وكده بس. وبتاخد رقم كده بتلزقه على البالطو، بتحطه على البالطو، بتحطه على كتفك الشمال بس. وبعدين بقى بيقعد يعرفك على الدنيا، ايه الاخبار، وبتشوف الاجهزة، بتشوف الحاجات. وبعدين الامتحان بيبتدي I guess على 9 الا ربع، 9 تقريبا. يعني الناس هناك في فلادلفيا يعني ظريفة، ما فيش حد مجنون، ما شفتش على الأقل حد مجنون، ناس طبيعية. يعني الأسئلة اللي بتسألك مثلا لو في challenging questions أو بتاع، بيسألك السؤال ما بيقعدش يسخف بقى، يعني انت هو بيشوف إجابتك ايه وبي assess you على according الإجابة. مش يقولك يعني خلاص هو انت بتجاوب، ما يقعدش بقى يسألك أسئلة يعني challenging on the same point according إجابتك. لا خلاص، يعني انت بتجاوبه. وانا عن نفسي يعني اغلب ال challenging questions
كنت بجاوبها بطريقة معينة. Okay sir or miss, I understand your concern. Just take it step by step and مثلا wait the results of investigations. Or after we finish the history, we can see what you have and we can discuss it. And مثلا we will do the best for you. دي بتبقى إجابة general challenging question. طبعا هو challenging questions بتتسأل في وسط الامتحان مثلا فجأة كده، مثلا وسط الهيستوري فجأة كده كأن حاجة جت على دماغه يقوم سائلها لك، فأنت لازم تبقى مدرب ان ليك ستايل معين ريفلكس انك تجاوب مثلا إجابة مثلا ستاندرد مثلا زي اللي انا قلتها ديت، وبتموديفاي على حسب بقى نوع السؤال اللي بيتسأل لك. سنتر هناك ظريف، في اي ام جيز في فيلادلفيا، ما كانش كلهم امريكان، وكان في باكستان، في ايران، في يعني ناس هند، في ناس من بره فيلادلفيا. كنت انا امتحنت في شهر 4، بس انت بتخلص على الساعة 3:30، بتاخد الشنطة بتاعك، وبعدين تاخد الميجا بس الساعة 5:30. نقطة مكناش اتكلمنا فيها، انت ما بتوصل بالباص، في عايز بقى تركب من ال 30 station للفندق، في كذا نوع من انواع التيكت، في 1 day pass ticket، دي unlimited ride، لو انت يعني ترجع الفندق الاول وبعد كده هتنزل تاني هتشوف السنتر عايز تتفسح شوية وبعدين ترجع الفندق تاني، دي ب$11 ال unlimited ride ديت. Actually I got two unlimited ride tickets، واحدة لليوم اللي انا وصلت فيه، واحدة لتاني يوم اللي هو بتاع الامتحان اللي انا كنت هرجع فيه نيويورك، كل واحدة كانت ب$11 بس، يعني عشان كنت انا المفروض انزل اشوف ال exam center، بس انا ما كانش فيا دماغي الصراحة، كنت تعبان صراحة من الرحلة، فرجعت الفندق نمت وبعدين قعدت اشوف حاجة. انت ممكن تجيب يعني اول يوم لو انت هتشوف السنتر قبل ما تروح الفندق تجيب one way ticket، بتبقى في حدود 3:30، اغلى شوية من نيويورك، هجيب مثلا two tickets او one way ticket في اول يوم بعد ما تشوف الفندق السنتر وتروح على الفندق 3:30، وانت في نفس الشباك قول له انا عايز كمان واحدة unlimited ride، بيبقى $11، فيبقى انت هتجيب واحدة 3:30 لو هتشوف السنتر قبل ما ترجع الفندق، وبعدين واحدة $11 اللي هي بتاعت تاني يوم، انت بتاخدها معاك تاني يوم. دي طبعا ما بتبقاش ديتد، انت بس هي تيكت كده وبتتخرم اول ما بتركب تاني يوم بالتاريخ اللي انت ركبت فيه، فمفيش مشكلة لو انت جبتها بدري يوم او حاجة او يومين، ما فيهاش مشكلة خالص. $11 تيكت ديت بتكفيك اليوم كله رايح جاي كذا مرة، وبتركب بيها اي ترانسبورتيشن، باص بتاع سابوي، اير ترين، اي حاجة. في ناس بتبريفير يوم الامتحان تروح بتاكسي، تاكسي جاست تيل ذا فرونت ديسك انا عايز اقول هاي تاكسي في الوقت الفلاني. في واحد كان نازل في نفس الفندق بامتحان سي اس قبل بيوم، قال لي يعني هو عمل القصة دي، راح بتاكسي وجاب تاكسي فيكسد ريت $28 من الفندق لحد الاكزام سنتر، ده لو انت مش عايز تشغل نفسك بقصة الترانسبورتيشن، just arrange with the front desk I want taxi مثلا الساعة كذا بيجيلك، وبقى fixed rate around $28 رايح و$28 جاي، ممكن تروح بتاكسي وترجع ب اسمه ايه ده بترين، يعني شوف انت الدنيا في دوت وفي دوت على حسب ما تحب. الحاجات اللذيذة ان البلد كلها عارفة موضوع تقريبا الامتحان دوت، يعني مثلا بنقول عليه في مصر الكمساري بتاع الترين فقال لي جود لك وبتاع، واكتر من حد يعني هم عارفين الناس بتنزل فيلادلفيا عشان تمتحن من جميع انحاء العالم، ودي السياحة الظاهر بتاعت فيلادلفيا، فالناس بتبقى عارفة موضوع الامتحان وتلاقيها لذيذ. يعني انا حبيت الناس بتاعت فيلادلفيا صراحة اكتر من نيويورك. تقريبا احنا كده خلصنا البرزنتيشن بتاعنا، اتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه. قريب انا هعمل برزنتيشن تانية، how to change your test date 2019.
to any date. لو عايز تغير يوم الامتحان بتاعك لأي يوم بس يبقى فيه وقت، يعني مش تقولي أنا عايز امتحن بكرة مثلا، لا ممكن كمان أسبوعين أو 3. عايز تمتحن مثلا، تحجز مثلا امتحان الشهر الجاي ومش لاقي أماكن، هقولك تعمل ايه. أنا غيرت يعني، كنت أنا في أول 4 وامتحاني 18/4 في فلادلفيا، غيرته خليته 25/4 في هيوستن، وبعدين قلت لا هيوستن بعيدة، اما نغيره نخليه 25 او اراوند في فلادلفيا، والحمد لله انا عملت دوت. بس لازم يكون تدي نفسك قبليها وقت يعني، ومع العلم ان الفترة ديت اللي هي فترة 4 5 6 دي فترة كانت زحمة جدا، عشان قبل ما نظام السي اس يتغير شوية فكان في زحمة، والفترة دي الامريكان بيمتحنوا فبتبقى زحمة، وكان اول ميعاد هيبقى كان في شهر 8 او 9 فاضي. ففي طريقة يعني او بروجرام معين يعني ممكن يخليك تعمل القصة ديت، بس محتاج صبر شوية، مثلا 2 3 4 ورا بعض، بس finally you can do it. في احتمال كليب صغير اعمله اسمه opening bank account states، يعني شوية تفاصيل بقى عن Chase Bank و Bank of America وايه اللي مطلوب لو انت عايز تفتح بنك اكاونت. عامة انا بنصح اي حد regardless هيقعد قد ايه في الستيتس يفتح بنك اكاونت هناك. ليه؟ معاك ديبت كارد يعني، والموضوع مش هيكلفك. لو عايز تشتري اي حاجة من الستيتس ممكن تدفع بالديبت كارد دوت حتى لو انت في مصر، يعني عشان فلوس التحويل ما بين الواير ترانسفير ما بين مصر وامريكا دي بيبقى عليها رسوم، والتحويل من الجنيه المصري للدولار عليها رسوم. بس انت لو عندك حساب في ستيتس اوريدي مش هتحتاج الفلوس التحويل، الفلوس من مصر لامريكا فلوسك هتبقى في امريكا بلس يعني ما يضرش. وانت عندك ديبت كارد احتياط لو انت مسافر اي حتة تانية، لو بتاع مصر ما اشتغلش دوت يشتغل. لو حد عنده أسئلة مسافر فلادلفيا أو نيويورك وعنده أي أسئلة regarding نيويورك أو الأكوميديشن أو أي حاجة في الموضوعين دول قبل ما أنا أنزل الفيديو كليبس، you can post on MTAR page on Facebook, just tag me at أحمد مختار ويطلع لي notification وإن شاء الله أجاوب. لو الموضوع ده ما نفعش كان او انا لاي سبب ما شفتش نوتيفيكيشن او انا اتاخرت او انت مستعجل، you can message me on facebook.com/dr.ahmed احمد. في الاخر احب اشكر صديقي العزيز ابراهيم شنتالي اللي كان ليه فضل كبير انه اعرف جزء كبير قوي من المعلومات دي وعمل لي سبورت في الرحلة ديت، وبشكر تاني دكتور محمد صلاح سليمان ويجعله في ميزان حسناته، ودكتورة ياسمين على المجهود الرهيب اللي هم عاملينه على السايت. شكرا، سلام عليكم.